طب البقسماط اقعد احطها فيها لغايه امتى؟ خلاص بقى هو كده كده. أيوة. مرتين وخلاص. ايوه وخلاص حطها. اوكي برافو. اعمل واحده ثانيه بالبقسماط بقى يعني عشان ايه برضو وجب معانا. طب انا افتكر دايما اللي هم ايه الصحاب بتوع المدرسه، يعني نادر ان الواحد يفضل معاه اصحابه لغايه النهارده. يمكن معايا اصحابي لحد النهارده والله. اللي كانوا معاك ايام المدرسه واللي كانوا معايا في الفصل واللي كانوا معايا في المدرسه كلهم معايا. وبتشوفيهم يعني؟ بشوفهم لسه، ما يعني احنا كل اسبوع لازم نلتقي والله. وفي ناس اتجوزوا من المدرسه، يعني عندي صاحبتي رندا متجوزه عمر، وعمر كان جاري وكان في نفس المدرسه. كانوا مع بعضهم في المدرسه ما كانوش بيحبوا بعض في المدرسه على فكره. اتجوزوا بعد المدرسة. بعد المدرسة. يعني ايام المدرسة ما كانش فيها علاقة حب. ما خالص. وبعدين ايه تاني؟ كان عندنا مشروع القرش. كان عندكم مشروع القرش لما تكونوا مفلسين؟ القرش عشان يعني لما تبقى مفلس مغضوب علينا في البيت مفيش بقى مصروف. فتبص تلاقي نستلف، يعني اجي اقول لك ممكن تسلفني قرش لحد بكره، ورندا تروح تستلف قرش ما اعرفش مين، وهاله تروح تستلف قرش ما اعرفش. فنجيب 5 ساعات أو 6 ساعات نروح الكانتين ناكل بقى ونشرب ونقسم. ولازم نقسم مثلا الفروت بارتي، كل واحده فينا تاخد البق ما تزيدش عن اللي بعدها عشان اللي بعدها تشرب. يعني حاجه يعني عندنا عدل غير غير طبيعي. طب والقرش اللي انتوا بتستلفوه ايوه انا مش عارف ايه الكلام النهارده، مش عارفه. اللي انتوا بتستلفوه ده ترجعوه؟ احنا ناخد بقى المصروف بكره. نرجعه. اوكي. نرجع بقى القرش. بس يومها هتعملوا انقاذ بمشروع القرش. لان بنبقى متذنبين بقى ومش نافعين في البيت. يعني يكون مغضوب عليكم يومها. مغضوب علينا يوميها في البيت. مش هنقعد بقيه العمر مش هناخد. لا احنا كنا بنعمل مشروع كده بس اللي هو ايه، يعني الفتوه فينا هو اللي يعدي على التانيين. ازاي؟ هات قرش. وبعدين احنا اساسا ما كانش يعني الكانتين ده برضو هات قرش. هات قرش دي ما ينفعش ما تدلوش، يعني اللي يجي يقول لي كده. انا لغايه دلوقتي انا فاكر واحد كان معانا في المدرسه وفاكر اسمه. اسمه بعد كده اتعمل فيلم يعني. يا سلام. والله بس مش هو الشخص لكن الاسم نفسه يعني. مين؟ كان اسمه تيتو. تيتو. تيتو ده كان المرعب بتاع المدرسه. يا سلام. انا ما اعرفش هو راح فين، ولا هل ده اسم عيله، ولا هل ده اسم شهره، ولا لا ايه. لا اسم شهره. بس انا فاكر فعلا ان تيتو ده كان لو حد قال له انت معاك كام، هيقول له انا معايا كذا فتاخدهم. هات نصهم اتفضل حضرتك ده على طول. بس انا كنت بتعامل معاه يعني ايه، يعني ايه يجي يقول لي كده. مصر الجديده؟ لا حدائق القبه. يعني المنطقة دي. بس اكيد كان بيروح مصر الجديد. انت في حد وقفك قبل كده اسمه؟ انا افتكرته ده. لا علشان كان في حد كنا عملنا عليه شخصيه عمرو دياب في ضحك ولعب وجد وحب. اوكي. فبقول يا ترى هو ولا مش هو. انا الفيلم ده بجد بحبه، يعني حتى اللبس العسكري اللي كانوا بيلبسوه في المدرسه الثانوي. الحكايه دي كلها صح. كلنا مرينا بيها صح. وان هم شله شباب وبيعملوا ايه وتعرف بمين، وانت طبعا كنت عامله حته دور فظيع يعني. جميل وطارق التلمساني لما اخرجه كان اول اخراج لي وكان هايل. ومش عارفه ليه ما اخرجش تاني يعني. واخد شطات صعبه يعني، شطات المترو دي كمان صعبه جدا. طبعًا. صعبه جدا طبعا. طيب فاكره اغاني الرحلات؟ مش كلها تصدق. قول بقى انت. طيب قول يمكن افتكر حاجه. في طبعا اللي هي الحاجات اللي هي بتاعت ايه، بس ما اعرفش دي هل نفسها اللي انت كنت بتغنوها، ولا كنت بتغنوا انجليزي ولا فرنساوي ولا انجليزي؟ انجليزي. يعني يلا عالترع حود على الملح كنت بتغنوها ازاي دي؟ يلي عالترع حود على الملح. لا يعني كان في اكيد اغاني وقتها، يعني مثلا اغاني وقتها بتاع كل وقت كانت هي اللي بتبقى موجوده مع الثوابت بقى اللي هي موجوده بتاعت الأم. كفايه طماطم خلاص ولا ايه؟ انا اكتر حاجه بحبها الطماطم. والله قطعي قطعي. فكانت الاغاني الواحد بيفتكرها طبعا وقتها هو ده اللي بنغنيه يعني. متهيألي دي هتتحرق؟ انا لازم اشيلها في توقيت أعتقد. معين اعتقد. هي برافو.
والله شكلها لطيف. والتانية اللي احنا نسيناها اللي هي من غير ردة دي يا عيني. عايز اقول لك شكلها عجيب. شكلها سمك. شكلها متعذب. طيب انت كنت بتقولي انك انت بتحب القطط قوي. بحب القطط، بحب الكلاب. انا عندي قطط وكلاب. مربيه كذا قطه وكذا كلب مثلا. لقيت قطه تحت عربيه خالد صغننه جدا قد كده اهو. سياميز قمر. صوتها وحش قوي قوي. مياو. يعني الصوت اللي بيطلع منها ملوش علاقه بالجمال الرائع اللي هي فيه. قطه بلدي. لا سياميز. سياميز يعني ايه؟ سيامي. هي دي. برافو برافو. بس هي دي يعني جمع، يعني اكتر من قطه يعني. سياميز. هي دي بقى. سيبك منها، احنا كان عايزين نص بس. طيب سيبك من النص اللي وقع. طب حسيب. بس المهم احنا اساسا عايزين نص اللي طيب زروات الدنيا. طيب انت ايه اللي محترفاه في الاكل؟ بص انا اعمل لك احلى صينيه بطاطس بالزند. عارف الزند؟ اللي هو كتف. زي كتف. الكتف. اعمل لك شعريه ما حصلتش. طب بطاطس بالكتف ده حط معاها ايه؟ بصل مثلا. بصل ولورا وحبهان ومستكة. وطبعا ممكن تحط شويه سماء عليها. سماء. سماء اللي هو ايه ده؟ السماء ده يا سيدي حاجه حمراء كده هوت. ايوه ايوه. بتتحط مرات على البيض لما تقليه ويبقى أوكي. بدل ما تحط ملح وفلفل تحط سماء. حاجه جميله قوي. ده زي اللي بيتحط على الليمون المعصفر. بس مش زعفران. التاني زعفران احمر بقى. طب ما انا ناقص لخبطه. فده بيبقى جميل قوي. اعمل لك ايه تاني؟ اعمل لك محاشي مثلا. اعمل لك محاشي حلوه. اعمل لك كبد وكلاوي. اعمل لك ميزاليك يتجنن. اعمل لك كل ده. انت احترفتيه. احترفت. ما كنتيش ولا كنت شفتي حد بيعمل. لا لا لا. وبعدين انا لو عندي مزاج اخش لك المطبخ بقى اعمل لك اكل ما حصلش. بس والله. يجي المزاج. ما هي اي حب يجي المزاج. هي فكره ان حد بيعمل حاجه حبيبها يعني. دي انا عرفت دلوقتي انك انت مالكش في الطبيخ خالص. ليه؟ انا سبت البتاع اتحرقت ولا ايه؟ يعني شيطت يا عيني. بص الغلابه. لا بس هفرجك على دي. يا نهار اسود دي لو دقتيها. يا راجل. ده عامل ايه تفتكر بعد؟ يحصل لي ايه بعد؟ انا سبتها في المطلق كده يعني. يا وانت ركبي بعديها بقى.